أستاذ الصحة العامة في كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس الاتحاد النووي لجمعيات البحث العلمي. وإحنا بنستضيف الدكتورة ميمونة مندي من هيئة أبحاث الأورام في ليون فرنسا، وهي تابعة لمنظمة الصحة العالمية، وهي خبيرة وهي رئيسة القسم بتاع البايو بانك اللي هو البنوك الحيوية في منظمة الصحة العالمية. وهي مش أول مرة تيجي مصر، هي جات كتير من سنة 2011، وهي جات كذا مرة وقعدت محاضرات في أكاديمية البحث العلمي، والنهاردة بتدي محاضرة برضه في أكاديمية البحث العلمي باستضافة الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، والتنظيم بين الاتحاد النووي للبحث العلمي. حضرتك اللي عملت لها الدعوة ولا الأكاديمية؟ هي كمان جاية لمؤتمر بكرة عن البايو بانك بتنظيم من جامعة القاهرة وجامعة المنوفية، علشان البايو بانك، لأن معهد القومي للأورام عندهم بايو بانك، والمعهد الكبد برضو عندهم بايو بانك، وفي أماكن أخرى في مصر فيها البايو بانك الحيوية. فإحنا دايما بنطمئن إن البنوك تهيت على مستوى أعلى، وهي هل بالفعل فعلا على مستوى أعلى ولا لسه؟ هي لا يمكن تكون بنوك، قالت حضرتك إن هم مشتركين في الهيئة الدولية، يعني مسجلين أو مشاركين، هم مش هيعترفوا بيهم كبايو بانك إلا لو كانوا كويسين. يعني هم معترفين بيهم؟ هم معترفين، بس إحنا بنأمل إن يبقى المستوى أحسن، ويبقى فيه فعلا تواصل ما بين البنوك الحيوية هنا في مصر، علشان يتبادل العلماء الأبحاث. وكما ذكرت لحضرتك إن هي عاوزة نعرف أسباب الأمراض والأوامر الخطورة، علشان نقدر إن إحنا نتوقعها، نتوقع الأمراض ونحاول يبقى في وقاية منها. أبرز النقاط اللي هي قالتها في الحوار بتاعها معايا؟ عرفت البايو بانك إيه هو البنك الحيوي، إن هو عبارة عن تجمع من العينات اللي هي ممكن تكون من العينات الأنسجة الجسم، الدم، البول، حتى الأغشية بتاعة الجسم. ولما بنتكلم على البايو بانك لازم بنتكلم على نواحي مختلفة، عشان تخزن عينة لازم يكون لها معلوماتها، وعشان تخزن عينة لازم يكون في أبعاد أخلاقية، عشان تاخد أي عينة من مريض لازم يكون بيكتب موافقة على إن العينة دي هي تبقى تستخدم في الأبحاث، ويبقى في تواصل ما بين البنوك المختلفة. ماذا تعمل بشرية؟ هي ما ذكرتش الجينات الخريطة، هي بتقول إن العينات إحنا عشان نشوف العوامل الخطورة، جانب من عوامل الخطورة هو العوامل الوراثية. يعني إحنا لو بنقول مثلا بنتوقع إن الإنسان ده يجيله سرطان مثلا أسنان أو تمام. سرطان الرئة، مش كل واحد بيدخن يجيله سرطان الرئة. تمام. ليه؟ لأن في جسمه جينات بتأثر على حدوث الأمراض. تمام. طب إحنا الأسلوب الأمثل لإنشائها، قالت ما هو الأسلوب الأمثل لإنشائها؟ هي عندها النوها بتاع الأسلوب الأمثل لإنشائها، وهو عملية أي واحد بيعرف البايو تكنولوجي يعرف إزاي طريقة جمع العينات وتخزينها، وتخزينها في أصغر حجم ممكن، والظروف المتاحة اللي هي لازم يبقى فيه درجة حرارة معينة بأقل من صفر بكتير. فالاحتياطات دي هي كلها ليها مذكورة في الإرشادات والجايد لاين اللي بتتعمل دوليا. ولما قلنا لها رأيك كيف البحث العلمي في مصر؟ بتقول البحث العلمي موجود في مصر، بس هو محتاج إن إحنا نزود تعاون ما بين المراكز البحثية، وفكرة البايو بانك دي هتزود، تدي إضافة، دي ثروة. يعني إحنا عندنا بعض الأمراض إحنا مختصين بيها في مصر، يعني الالتهاب الكبدي الوبائي سي اللي اتكلمت عنه، إن هي بتاعنا غير بتاع اللي موجود في الدول الأخرى. عشان كده الدواء إحنا جينو تايب 4، إحنا أصعب؟ إحنا الجين بتاعنا مش كانت أصعب ولا أسهل، يعني هي معظم الابحاث اللي معموله في الخارج على نوع معين من الهباتيتس سي. يعني الفيروس لو في فيروس تايب 1 وتايب 2 وتايب 3 وتايب 4، احنا مختصين اللي عندنا معظمهم تايب 4 اللي هو الكتير قوي اللي في مصر. الابحاث هناك معموله على تايب 1
كنتوه. يعني اللي لقي هناك غير اللي لقي هنا. فعشان كده بقول لما احنا نعمل ابحاثنا في ايدينا في بلدنا بالنوع بتاعنا هيبقى الادويه بتاعتنا تبقى مور سبيسيفيك. يعني احنا بنطالب المصريين ان احنا نعمل ادويتنا بنفسنا. بنفسنا. ادويتنا مش مستنى حد من بره يعمل. ده مش هيحصل غير لما يكون عندنا عيناتنا في ايدينا. تمام. واحنا ممكن نستورد التكنولوجي من بره لكن حاجاتنا نعملها بيها. ده من وجهه نظرها ازاي؟ يعني نقدر نعمله ازاي؟ هي بتعمل بروموشن لفكره البايو بانك والشركه ما بين المراكز البحثيه في مصر انها تشتغل. ممكن يعني لما تتعاون مع بعض كل واحد عنده وجهه نظر وكل وبعدين علشان تقول ان عامل الخطوره ده او الفيروس ده بيعمل كانسر تحتاج عينات كتيرة علشان تعمل دراسة وبائية تقدر تدي نتائج صح. البنوك البحثية طبعا الدول المتقدمة الأوروبية ولكن في الدول الأفريقية وفي بعض الدول العربية في بقت زي ايه ما قالتش أسامي لكن هي في دول كتيرة اشتغلت وعملت حاجات هم معترفين بيها. طب هل يمكننا التنبؤ بالأمراض ولا التنبؤ طبقا لحوامل الخطوره والدراسات الوراثيه؟ يعني زي ما قلت لك يعني في واحد عنده جين يقدر ان هو انا اكبرته انه اثنين بيدخنوا واحد يجيله كانسر واحد ما يجيلوش. ليه؟ لان في حسب الجين ده وراثيه ممكن تقول ان هو ده يجيله يعني محتمل يجيله اكتر. طب الجين ده نعرفه ازاي؟ او بالدراسات البيولوجيه بالدراسات البيولوجيه بشكل مفهوم.